السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسول وهذا برنامج كاره أين وقلت لك قلني الشيخ بشير أحمد صلاة قدوميها هي أدى علماء الصوماليات سعدال كويميت سفر كويميت دلكان إنجريسكا وهالكان ستوديو هنا لفر ليه شيخ بشير وحا يعني دلكان إنجريسكا كغقيب قلي يعني الشيرر kala duwan ee ka dhacay gobollo iyo degmooyin kala duwan ee dalkan Ingiriiska ay soo abaabushay yaani hay'adda irshaad la yiraahdo shirkaasi yaani waxa lagu casumay yaani gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed oo ka yimid Soomaaliya ayaa ka qayb qaatay asiga ayaan barnaamijkan gaarka ugu talagalnay ee waxaan leeyahay marka inaan ka faa'iideysano waxyaabihii looga hadlay barnaamijka mowduucyadii kala duunay ayaan rabaa bal maanta iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa ku aadan Soomaaliya guud ahaan إن يعني الشيخ بشير أحمد سلاف وين هو شيكيو الشيخ بشير كسول نواف تفضل برنامج قارها كوجود تلقينا إس إن تي في وارو جزاك الله خير هذا المحسنين بارك الله فيكم وادوا وين وادي هذا نقول فرح صلنا هنا أمد الصوماليات يعني سفر غير هذا الصوق شيء وحيابه بدنا هالكلوجو وعدينا أيو أمد وحلوجو برايو إن تلقى كذا غيب قادته وحن أجنا هاي يعني وجدد السفر كذا واسكف فهمنا ما دام ما تقيب شيء شرك هالدول laakiin waxa wanaagsan lahayd barti inaan ku dhageysano markii ugu horeysay ingiriiska atmiida markii ugu horeysay lagu ugu casumo yani shirar kala duwana ma laga yaaba mustaqbalka in Soomaalida urur kala duwan saas ay u qabtaan shirar wax ku ool u ah ummada Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda isku xiraya ee walaaltinimaynay kan hadda yani ka qayb gashana mowduucis waxa la yiraa qabyaalada iyo dibaatooyinka ay leedahay shuguna ka warran safarkaada guud ahaan وما صنته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثا ما صنتهين وأنا سلام يا تي في جا إس إن تي في شغاله يسا يا أذيجا يا رك دمان سوق من قابي كلن كان جزاكم الله خيرا بان لي هاي سلام تكذب أنا وحنا وإمد وحي إنك قيب قاطو شر مهم أه ويقام قابي سيم الصدر إرشاد أو أهم أصل أتاجن أو خدمين تا يو أدي جدا يو عي جلين تا مدة صومالية جارهان يو كي جوكت شركة أصلا موضوع يسوع هرود موضوع مهم بوها أو موضوع قبيلة ده أيام هاي قبطي هرود ميرا بدن بالغة أيجي أول ما بدن باكا هذلي ده كل لفت وده حتى مارتي وين مشاركين وهو مؤتمر أما شركة دول شركة هرو أول ما قبل شرين هذا كور والي وعزمي شركة قاركود لكن كسو قاري واي مفروضا ينا إماده مركا عن هذا أمركي كوبا دهرت أن يورب إنجليز بقى إماده بقى ويان رنتي دران قارب إيلا دهي حصوص قارب إيلا دهي وحان رجيان يا إرشاد يو ماركت يلمان صوماليو إنا قمان دونان كل مكر نوعا أو كراء ومدل لغو فائدي إن شاء الله تعالى ووحدن توذة إيكا والله شاكستان إن شاء الله بإذن الله تعالى ايوه كلمه كويسه يعني ورنتي ارشاد وكفر احسن نهي يعني انغنا هدان راديو كيلنا وحلنا جزاكم الله خيرا الهي هذا كسي خير ولو باهي ساسو كلا امده يعني لو قبتا برنامج يو يعني وحكو اولا يعني لوغو فايدين يو دن ولبا يعني وا غره كرا مركه مركه لغا حدلي شيخنا قبيالدا يو وحيالدا اي لهدهي كل ارشاد وحبي قدودا طابتين اي ارسو اركين سببته كانتي ان يعني قبيالد لغا حدلو وليبا داد قرب جوكسي وهو ان دلكي ان جوغين وهو ان اوغنهي ان قبيارات لغا هادلا مركب بالكورن قود اهان سيدابار يعني اقيح كرتا درينكي شرركي ووينهي وقاد تاكتي وقدبوين كالدول لغا جيديناي وقود هذا اتكا هذا شو قدبوين اتكا جيديسي وقبيارات لغا قبيارات هل كيبا لغا اتاكي مركب شيقونا الله صدى فرنتي شرر وين بوها منا روح الوقع بتنان دبار الوقع بتاي منا مغارة كولو وصومالو ay ku badan tahay Birmingham yara ayaa lagu qabtay meel kana waa lagu qabtay oo waa laga muhaadaray mowduuca asaga sida Sheffield oo kale waa ka muhaadaraynay ma runtii mowduucaas hadee danba keentay maxay la Soomaalida maad ma kala isbarbaray oo la iswareystay oo waxaan ugu dhacay dhankasta laga eegay meesha ugu muhiimsan oo nan ka soo galay inay tahay qabyaalada horta ayaa loo arkay wali tan qurbaan joogtay ahay weliba marka dibadda la joogo dadka dibadda jooga minna xoolaha faraqay heleen balaga yaaba minna noloshana xoogaa isku toosan tahay xoogaa amniga loo shaqeysana way haystaan
مرحبا نين سومالي او فراقو اسكو هلاي اي فدي وناكسن اسكو هلاي انو وقت بدن كو بخيو وخما لا يعني اه وخ دحي كره ويه ان سوالو انا رنتي ان فراقدو او درنتا اي مخان كو راها اي ما لا يعني دد كو ديبتا وانا مسؤول يا الله هي مركه واخا ويه رنتو حسلين لهي خوغا ديبدا ان ما ارغتا سي غار قبيارد اي وجيرتو با امليناسا ودد سوماليود غودها ان كا ور قبين اما درينكي xanuunkii gudaha yaalay xogaa ka soo fogaaday oo wadamada Yurubta ay xogaa ma aragtay aan noloshiisa mid isku aadiyeen ayaa inta meel iska fariisto nin kale minda isku dhacsan yihiin ama barigi isoo wada qaxeen iska warqabeen ba meel isku keenaya ama TV ba isku keenay markaas ay isku dhacayaan oo waran fiicnay oo laga yimid oran kara war taariikh ahaan kara iyo dhacdooyin taariikh ahaan kara in hadda la soo noolay hadda nooma aha mar waxaan ka horuntii qabyaalada oo gudaha jirta dibadda jirta in laga hadlo oo shirkaan oo kala loo qabto oo bal maxaa xal la yiraahdo muhiim bay ahayd runtii kulankaas ay irshada qabatana waxa la oran karaa kulanka ka dhisan buu ahaa kulamada hore la qaban jiray buu ahaa kulamada hore ama mu'tamaraadkii hore loo qaban jiray ingiriiska iyo meelo kale mu'tamaraad muhaadarooyin iska ah ay u badnaayeen laakiin mu'tamaraad ama shirka lagu daaweynayo mushkilo oo laga naqaashayo oo nimba oo meelka eegayo oo dadka ka hadlayay ay isku jiraan culimo iyo aqoonyahan kale waxa taas u ganyahan ay ku jiraan oo dadka joogaa ay qayb fiican ku leeyihiin raayigooda ka dhiibanayaan runtii mu'tamar la oran karo oo usba ayuu aha ee meelbana waa laga eegay asbaabta keentay baa laga hadlay waxa laga hadlay maxaan ku yiraahaa maxaa aanu xal ah oo la heli kara lafteeda runtii waa laga hadlay waxa laga hadlay umada kale oo ay hartaa ma jiraan adduunka Ilaahay waa yaabanahay laftii waa la isweydiyay garanaysi ma garuntii waxa rajaynayaa insha Allah ta'ala in wixii daraasadkii la soo qadimay iyo mowaadiida laga hadlay in irshaad ay ka soo qadinto warbixino dabaan TV-yada xumaanaya aanay way duubeen qaarkood marka in ka soo diyaariyaan soo bandhigaa wixii uu qabsomay hada laftooda waxay damacsan yihiin in dadkii ma aragtay shirarka dad baa la abaabulay waxa dheer yaa u diyaar inuu ma aragtay ka qayb qaato la dagaalanka cudurka dilaaga la oran karo dad baan baa isqori oo Soomaali ah inay ka qayb qaataan marka hawsha noocaas u bilaabatay xaljeen in ma aragtay ay si wada doona barajeenaya insha Allah marka waxaan ku faraxsanahay sheekuna horta waa la asiibay runtii aniga waxaan la yaabay markii ugu horeysay aan maqlo Sheikh Bashir gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed ba ka yimid Soomaaliya halkan lagu casumay wuxuu ka qayb galayaa shir qabyaalad waayaa culimada qabyaalad waligay ma maqlay shiiquna intaasan laba saddex labaatan sano dadka ku noolahay culimada abaabusha shirar yaani ku saabsan maxaa la yiraahdaa qabyaalad iyo waxa la mid ah iyo haddana waxa ay yiraahdeen khayr wax weyn baa kasoo ka dhalanayay meesha taa sababtan ku casuumnay maanta afkaartaada inaynu gaarsiino ma aragtay Soomaaliya dadka joogana aad bay hadda ula yaabsan afkaarta markay maqlaan hadda Sheikh Fiyo shaqada dadka meeshan isku helay waqti iyo xogaa yaro jiif ay kastayro lacaga iyo qabiilkii qabyaalada laga sheekeyn waan runtii markaad moodo qabiilka wuxuu aad ugu daran yahay qurbahu aad ugu weeyey Sheikh Bashiir waa runtaa weeyey marka yacni waxa ii muuqatay inaad adeegsateen tabafar badan istaraatiiji far badan in rag badan irshaad inay adeegsatay dad badan oo aqoonyahan culimo ay ka yacni halka ay isugu yeertay ka war marka waxyeelada qabiilka iyo qarannimada ilaan waxyaalahaas ka mid ah waxa keenay shirka dad aan fahamsanayn qabyaaladda wuxuu u yeelan karto dhibaatada u keeni karto qarannimada iyo dowladnimo arrinta ka war runtii mowduucaas mowduuc muhiim u ahaa waxaa oran karaa mowduucyada aad looga hadlay ayuu ahaa maxay yeelay dhibka dadka isku keenay waa in mowduucan laga hadlaba sababta ahaa waxa weeye qabyaaladdu waxaan u haysanaa anagoo Soomaalina nahay inay dawladdeena burburisan u haysanaa waxa waxa la haystaa moogta kiiska meel gashay waxa weeye in dawladdeena ay burburisay ay qabyaaladdu burburisay anagu aan ahaano haa laakiin marka isbaarbaarnay cudurka la tilmaami karo oo waddankeena iyo qarankeena baabiyay qabyaaladdu ahaa marka qabyaalad iyo qaran inaysan isku meel gali karin horta waa shay muuqda laakiin maxaan ku raasiyay dadka loo wacay gelin lahaa si dadka loo dareensiin lahaa wargeedka asaga ahi meeyigii iyo ma aragtay baadiyihii iyo markii la joogay hadda waxba uu ma aragtay saas u cun jiray
لكن مرنا بعد ما قالوا إلى سكويمت يعني قبيلته قرنمو يدودنمو ويدبيسا حياته سكويمت ودن جود هانيد سكو كنتي وحبضن كده حيان عسك كده حيانا سيلو قايم كده مشرتو أنا هين قف كان موادن صومالي أوي لكن تلمام كده قف ويالن كده دي مردود لي هاي ما يجرتو مركي مية اللي جوجو أو قف كان وارهير هير بالليه لكن مركي مجال جوجو أو دول يجرتو سيستم وجره قف كا تلمام تاع وحكوه لهيو أما حكوه هاي هي وحويان ومواطن صومالي يدوي مركا تيجي كلو فهم سنين لها إن مواطنين صوماليين نقضان أو تلمام تاس أي فهمان حق إلى ذا نكسر بحان وحيكون مضل يعني أي فهمان إن أيده يكون فلان تهاي قف كسر مالي جا المواطنين وصوماليين إن هاتو كارك قف كمركز أو كمريكرو حق أولي أو كهلي كرو هذا عارف ما تهاي هذا بحبر الشرطة هاي كارك وح لجرها به وكفهم كرو قلت بعلاقة هاللي وحنا صوب هذاي رنت مكان بار بارني لبت إذا دخلت إن لو دارو أما أذر أسبابتي سل بارو ولا بهنيه بحوا حويه ولا بديه ولا شيء ذا لكن هذا أنا الناس إن ترى واللي رب حسن لو يلي كلي أما هني وح أسبابه وشراء يمشي وحنا كسو كسو صعدان أصل كإن الدرين ولا جمار ما هاي الواحد يلي داويين ويا هدي أنا أسبابته الأوجان داود مرق قاركود ما لا قرن مايو مقارنتي حاول دكتور مادام رمي أهين اسم دول الترين اسم ترين سيستم قفكو اسكو ورديه قفكو اسكو دفاع اسم قرنينين كليه واحد شقين يجي أو قفكو واحد ربو اسكو جاره هاي أما هو كعب صني ومارت وكجاء من هلا هاي حي هاي ما راح قبلكم بوها قف مرك حتى دب كل رعه حوسو قرمنا إياه مثلا عندي ساعة قبلكم بوها هم هاي دول مجرت دول مجرت سو قرمنا الساعة دول ما حاكل أسكري بوليس مجرت كسو قرمنا هيا marka systemkii miyiga ka shaqeynayay oo qofku oo maxaanku waraadanihiisa iyo xaalada xataa dowrigu u ah oo ku gaarayay systemkii in laga gulo loo baahan yahay waxa kale oo noo soo baxday miyiga wax dan caamaleeyra ma badnaba waa dan qof iyo dan yaan qabiil iyo dad meel iyo dan qoys baa uu maartaa muuqata waddana dadka Soomaaliga marku miyiga joogo uu yaqaan wax u leeyahay hasha u leeyahay xoola u leeyahay geel u leeyahay u garanaya eelka biyaha laga eelka biyo u garanaya wuxuu kala garanaya geel cid kale uu yaqaanaa laakiin geel umada leedahay muhiimiyi ma joogo moqti geel umada leedahay oo qof kasta uu wardiyanayo qof kasta uu naxaayo ma jirto marka waxa way markii miyey markii magaalada la yimid qofku wuxuu yaqaanaa wuxuu leeyahay wuu yaqaanaa waa qof kale leeyahay wuu yaqaanaa laakiin wax umad leedahay uma way yaqaanaa ma yaqaan maxay miyey moqti moqti marka waxaan leeyahay anigu meel laftiisa laga sameeyo system dadka lagu baro wax caam ah oo caam kani u qabsa oo dowladnimada ku saabsan oo ka ku ahaan aktorsan midala beer caam ah oo kan in miyey lagu sameeyo oo aan qofka biyan yani baadiyaha mari oo arko beertaan dadka dhan baa iska leh eel caam ah eel caam ah quraan caam ah quraan caam ah qofna waxa hata geel leeyahay geelka geel ummada iska leh وشركه وانا جري جري يعني برغي برغي صحابته او كذا ابصر وها جري قال صدقه ام قال زكاه جري صدقه لا سو اروريو ما شاء الله يعني قال الدوله ده اسكله ميل بطاقه هيا دد با مسؤول كاه قفكه سو مره وغرانايا وحرمينايا مركا قفكه درينكيسه امدنمه با كوبعه هيا اما ميه جوجو اما مغالها جوجو لكن ايده ميغي دن قاره كلي لا يقاني magaalada qofka markii uu dad guud barto waqti dheer bay u baahan tahay marka in runtii wixii kow laga soo bilaabo oo meesha ka yimaada la soo daaweeyo oo iskoolo lagu soo dhigto qof inuu maxaa Soomaali ahaad la soo baro baa loo baahan laakiin wax kor lagu soo boodi karaa horta wuxuu maah marka laakiin inay horta daawadu noo bilaabato rabnaa anagu inoo bilaabato daawadu waxbarashada laga bilaabo warbaahinta laga bilaabo suugaanta laga bilaabo in horta dadka la soo kaciyo dareenkooda Soomaalinimo laakiin gaari doona markaas meesha uu socono marka talaabo ka horta la bilaabo weeye runtii ummaduna intooda badan way fahamsan yihiin cudurkii waa arkaan dhibkiina waa arkaan laakiin say uga baxaan bay dadkii ay galan la'yihiin waa ka mushkilad taa weeye points ka waa ka ahay qof kasto Soomaali marka la kulantii oo la sheekaysatid uu ku caayahay geed wuxuu kulli saw waa kaas qabyaal dad ma faa qofku oranaya anaa wada qabyaalad arkamis markaas
هذا نواش غيني صح ورجع ده يا كده بيو يا ريحة يا مركب وحوي ووح وسيلو حلي انت اللي جرين وياي لينك خاص بكوضع هاي لي وح كاستو سيستم اوه وح كله بدله هي ما هينو بان هينين ما كان في وحنا مرة به خاصنا وكوضع وح كله وحقوق خصنا كربا بان مشي قولين ما حد مركب شيرك يا تقيب قشيء إلا مركب ماشي أنت متوح دريمي كرا مركب حد ايجو شيخ بشير قدوميها وقد قعلوا مدى صوماليات وكيمة صوماليا ولي الإنجليز كقبيارد بان لك حالي مركو قوريس إنا وحان أوغا متعلم باتو والاقب صوات إياب كل معها لكن مركي داد كان وردد كان وامحي سببت قبيارد اللوغا لحالي داد كان وامحي وحاقي قبان كران قبيارد محيكو سمي كران قبيارد دال كان صومالي كمان نورو أيجي باور بح قبيارد دا وحا داد كعيبا وحوي وحكمك حكمك وصنطة سكدر تدتك بلاي قبيال ده ملحس وقرع دوية كورن درينك هذا كوقي حنقود حان مركات وحان أركتي وشيرركة أدقيستي مجرين قضبو يعني أدو أركتي حل وقات استهدى سليدا ألا إليه قرب جوكت قضب بدا قضب بدا بحل وقه مركة لقي إيقو يحاق كورتك قبيال ده هذا مهم جدا. هذا قف كصومالي أمانتي كارين بوليه. صح. قف عن كارين هنا أمانتي مشروع. صح. وجودها هالشوق. أمانتي. وجودها هالشوق. حنا مثلاً قف كصومالي دبكة حبوك هجتشر أبدا نابا. صح. حبوك أوجع قلبك هتشعلى. صح. ممكن الاستقالة هي بقرني صراحة هاي. هذا قف كصت كارين بوليه لنكره. وحاجة خيرك أمد أريحي كرو. قف عن كارين هنا مشروع. كارين دي بدأ تذكر الشوق. وهم تبلان أقول يا أنا صوب حي تبلان بفرقة هاي استا تبلان بخارين كره بكرون تي وقت في عنا ويا هايستان فسيلت في عنا دسكو ويا هايستان مركا إن وقت أي هايستان يفسيلت دسك أي هايستان إيش نو أديك سنين إن وضن كي جذها يكون لبان أما أي واحد حلين كره إيش حلين وهر كان جيد لقى أبابله قلت مين داس إن توجيان very good points ka sir oo ninka soo gudaha jooga maadaama ay guduhu ma la dhaqaal iska yar yahay ninka soo banaaj wata ajibna soo hadlaya wax soo dira wax sameeya shirar qabta xabaabula marka wixii gudaha fikrad ka aha halka ay inay dibada ka noqdaan balga yaba in loo dibada practical ahaan loo sameeyaa wax sax marka dadka dibada jooga runtii xabaab ma qaban karaan إن ما ركبت عن هرت فرتي أنا في عن محام كورة اللي سووا قد بيو أو عن كل مدة تي في هذا يو كل مدة القوانا يو إن غضان كل مه فرتين في عن أو صما إنه قد بين هي لس كده أي فرتين ماها قبي أرد لو قد بين هي أو حق جودها كتيرة ودكتور جودها شو حتى حلين كرام ماشي إني حلين لقرا ترين لها أيوة حلا يا أنا قرا هي بلا وحصل إنه كل سمي إنك أرنا يا ندي بده شو قوي قد هم جروا قد هم جروا ومره الصوب حلقة يا بعه هم أنا كور قبلني أجل مركب حورنتي يعني رجعت بدل جوجا إني ذكر جو يعني قد هم جوجا إيه واحد بضم بيعان وقبان كران إيه ذكر دقة على سين كرا دبات أبارة لقى هذا ذكرى حبضم بيعشوا ذكر لك ما أرت لقى عاون كرا كذا لكن إن خرس لقوا بحنين دقال أوجد خرس أنا لقوا بحنين تذكين خرج أنا أقول بحنين إنه ماذا لك القبه ما شاء الله قبل ما يصير ما شاء الله أقول أيه رنتي عشرتها محان كورة سيب إنجليز كارهان شرر بدن أو مدحور يال بدن أقصد شرر حيسينا والله عقب بحر هاي قرش حقه أنا ويا ماذا محيا بدن أصادرتين بحق أنا ويا ميت قبل ما يصير وأنا كسر محان كورة ما يقول لا أنا توصل ما يستوي وما ركتي محان كورة ولا هي حكم بودوري حكم بودوري يا سيد مرحبا حاول رنتي مدة ألف سنين مدة لقى دايو مركا كان بلارنا بعدت كان أطالة رنتي قارن كرا ما كستاء مغلس ندا وذيال جزاكم الله خيرا قد بدأ الصوص على إنتان وقلنا واحنا موجودا بدل الدونان الشيخ بشير واد مغلس وجددي شركة إشاد كل ما ذي يعني ماشان كوقبتين وقصة بصنع قبيال الدكور تج وانا نو فصيري سوى نكسب موجودي بهن وقف فصيري ما أرتي وجدد اللي قال لي شركة نوع سكرا يعني دي بدل لقى بالله أبوه حنج على يستي يعني إن دي بدل لقى بالله بجوجين تقبيه على ده تد كدي بدني كحر بان جودها إلا وذا شقيلة إنه لا يقارن كي دول ما دي شرفتي هيك الكي وما دين النسوع لنا هذا قوم دنك كلا دين أمبر سؤال جود وين شق واحد كور قبته إن مر هذا مرة فوقين الدري
يعني نينكي هرجوغه وها دليرادا لمارن حبابيي نينكي مدحدا وها قداني دلكي سي ملغي اسبدل ملغي يابا يعني إنو كل شباب كوديهيسا ملغي يابا نباتوين كودي إنو عيال كيرو لمارن حبابيي نغيرادان ملغي يابا ماشا إنو كجوك ستو شباب ودون هالكارو كحرمو marka maadaama yani culimada Soomaaliyeed yani gudoomiyeedii aad tahay waxaan jeclaan lahayn afkaartaas aad u aragto wuxuu waa su'aal muhiim ah waa mowduuc muhiim ah ya wuxuu hun istaahilaa in si gaar ah loo hadlo istaahilaaba laakiin maadaama hadda xawaar aan maartaan turtuurayno horta waa laba mowduuc labadu inna waxa weeye mushkiladii Soomaaliyeed talo saam ku xalismaysa oo aad nimankan oran karo yani cudurka weyn oo Soomaali ku hay culayska ay ahaayeen وأمد إن بحوا أيجو كشباب أهان حتى لو ما يكون ضم بين دونا. بالضبط. فرت ميت هراء الصومالية عرفنا المشكلة دي دو فرت شعب كمان باللابن. عرفنا ترى ما وقت شعب كوا نمل خردن ودين تخردي ومضة خردي ولب ذن جيستي وواحد لا أرك سمي يفرت ويان وجرائم ووين بيرفت مضة كجلين يدين تبقى كجلين. برمسد. لكن ده الصومالية هاي إن أنا كنت عن حسابنا الربا ومشكلة دين أنا هوس أجنا الربا مشكلة دين شباب كنا بالله وكوريس مشكلة دين خلاف صوماليات وكرسون الآن صوماليات وضدك يا حوا عن قلبي جوي وحجلين يعني أسكو كرسونان وعي يعني كدي من الفرق جلين أما كفاية ديسين وسكجيري كلام شيء دبده أي كفاية ديسين أيه ما كرت مشكلة دين شباب كنا بالله مركب لذلك شباب أو حتى دماغه أو مش كبحة هنا يسنا هاي الحركية حكم ودنا بيستها بين إرتها أو سومالي ذا عن كل قوم نانتا كرسوني لا أنتا حنكورها مرك قال كل سكوك عهية وهي الآن حتى سياسيين تيو ما ركتي كلا كلا اتجاهه ما ركتي يعني بقوا مل وبفن هيو وحاصل دان وح حركة الأوباح marka mushkiladda ee qaybtii ka horeysay shabaabka horta in la xaliyo baarta loo baahan yahay waa wax Soomaali u yaala in khilaafadu xaliyaan in kalsooni si lagu heli lahaa ay maarta abuuraan in qareennimadooda iyo midnimadooda si ku soo celin lahaayeen ayda laga rabaa mid kale oo aan shabaab ahaan runtii hadan ninkaanu in wuxuu ahaa aad meesha u maamulo ahaa لأنهم يقولون أفكارتهم وحوضهم بنوحوا عادي أهرمتي وأبابوا له أيوها وأنهم يقولون اسكدوي وما ركتا يعني حيالا بدن عسيم أيوها ما ركتا أصابه شخصي أهانتي إسا هدو التغي قلنتي ويكو حرنا أصابه شخصي أهانتي إسا ويكو حرنا وأصابه وصابه أها وكهو قامي أهان وأصابه التي ورماش وكبحها يعني سيارتها عليك hayalay wixii loo jira marka qaar kood ayaa waxay maartay isku bedeli karaan qofka hoggaamiyaha tilmaamaha uu leeyahay iyo sifaadka uu leeyahay iyo wuxuu aaminsan yahay iyo maar hadduu nin qawi yahay hadduu nin maartay maxaa ku ahaa uu yahay kalaba baga horta wixii sifooyin ahaa ama tilmaamaha oo ninkaas u watay horta asaga raacaya laakiin waxaas leeyahay afkaarti khaldaneed way jiraysaa maaragtay guud ahaan mabaadi'doodii iyo wuxuudii iy aan sanayeen weli aan sanayeen ninka hadda loo dhiibana laftiisa nin lagu tilmaamay inuu yahay nin ninka la dilay aad isku xirnaayeen baa lagu tilmaamay oo maadaama ayagu xataa dhexdooda mararka qaar kood ay ma aragtay is khilaafsan yihiin ama ay kala aragtay muayyan ay kala leeyihiin mararka qaar kood dadka ugu dhow ninka inta la dilay buu ninkaanu ahaa oo la oran karo afkaartii oo koobi ah ama ayadu sideedii ah amma marka qaar ka darnaan karta habu ninka aan runta la iimaanka si la sheegay oo marka akhrisay qolalada maareed laga sameeyay in si loo tilmaamay baa lagu tilmaamay laakiin waxaan is leeyahay darbada ku dhacday nimanka ayaga taasiir weyn bay u geysanaysa jiritaankoodi isku xirnaantoodi xayaala badan oo ninkaas runtii uu maxaan ku caanahay baa jiray oo aad meesha ka baxaya laakiin waxaan is leeyahay fursad ay ka faa'iideysan karaan naftoodu ama laga faa'iideen karo qaranka Soomaaliyeed ba ka muuqata meesha baan isagaa absolutely runtii sheekh bashiir waa cabiray guud ahaan yani xaaladda waxa ay ku sugan tahay marka insha Allah ilaahay dhigis waxa umaleynaya Soomaalidu waxay tiraahdaa yana oodsi u kala sareeyso
أي لوكال قادة ماركا حوغا ما ملكي وحوز بربر دي ديل كيسي وحيا وحباكي ماكر شباب المستقبل كا وحوغا عبري وأفكارتي سحرو وياهي وقف كسنا أفكارتي سحر بو ويا دوسنا بيوسف هاي شيخ بشير وقتي وعرير نوغا أوغي وحجل الله هاي قبل قبدي برنامجك حتى هذا وحكا لكو درسانا ينوت هذه لهين يعني فافاهين دير هذا إنا قدر الله هذا هاي مثل أن سلي هاي دنيا راضي الشباب كأها أما كجري برنامج كاس لو شيء من لحظة أنا نوقع كعلم أهان ومضها ورا لحظة قفنا لحظة ما لها فنتي إن كان إسكان إلى غفا إيديستو وإلى سبحانه وتعالى كبقان ومدوا ذي بدن بيجارسية أي لفتوا ذي بدن ما أعرف إسكو جيستين مركا إن وحان كسو بحان وأي ونس عيميان ومدوا ذنا عيميان حنتي وسو جيدين لها ده وحنا ما رتا عن وحنا دعيا هو لوقاتا وقريم سيد وحنا انت اسال لوذي وحا كي من او جيدان او دباتا او اي جين قاري ومدي كلا نقاري حيث مكا ان عقفك او ما رتا عن وان توبه ايا لو بهن يهي وفعل كيسا وكا استاقو فرصة بضان او مضا بحلوه قوان كره ايا جرا يمان دل يراوي حباي بران كران ما رأو مدو ذي انفعي كران نفتو ذي انفعي كران مكا دعان waxaan ay wadaano dibka kaliyo soo can ah in ka tanaajiraan ilaah subhanahu wa ta'ala ka baqaan umadoodana u turaan tan iskaana runtii ee faa'iideystaan waxaan kala runtii soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed iyo qanka Soomaaliyeedba in tan iskaan ee laga faa'iideeyo oo dhalinyaradaas ee maxaan ku oraaha sida ay u soo noqon lahaayeen intii soo noqonaysa ee mustaqbal fiican iyo nolol fiican iyo islaanimo fiican إن ما رتيم حلو موتي ولو بلن قاضه ونروش يصير له هبين لها فلن كذا. الله كرمك. أنتي ما رت. لقاله ويريد يصير نقش هذا. إني فرناته سلح ناته وإلى في عنته هاي وفرصة في عنه نروك اللي كوا أبورن كرام. إسكو آدم إن لم موتي آدم رت وش علان لها تاسن أيضا من تاسن عن قدر لها. إيه واب إسكو هذا درستان وما لين يا شيخ بشير روح هذا وما لين يا جزاك الله خيرا. ee kugu soo celinay mar labaad hadii aad wax kala ka tagtay maxaad kula talinayd umada Soomaaliyeed ee runtii waslameeshi way guudaha dibaanaysta dibkana haystana Ilaah subhanahu wa ta'ala walo toobad keeno horta ayaa maaragtay ayaa looga baxaya horta toobad keenka markasta anigu dadka ku akidaa ku xilinaya ee qof ahaan in guudaha qof kasta uu toobad keeno Ilaah subhanahu wa ta'ala aan toobad keeno umada Soomaaliyeed waxay ka maaragtay ee maartay askarsiyeen ee ka toobad keenan ee dadkii loo gafay ee maxaan ku raaha ama qof ha ahaado ama qoloha ahaade loo maartay loo maxaan ku raaha loo hoydo mashaallah wixii la kala qaatay la isku celiyo mashaallah gartay wadanku waa nadeeqa khayraadkiisuna waa naga badan yihiin adduunka aakhirada ayaa nabeen ku hagaajisan kana haysanaaye mashaallah ina awoodi bilaysano shaydaan ka baqno asoo jeedinaya jazaaka allah khayran daawadiyal kaas wuxuu ahaa sheekh bashiir ومانتا الشيخ بشير أحمد صلاة ومانتا نقلق يبقى برنامج قارة أنك قحط لينين يعني قبي على ده يقرني ماذا قبي على ده يقرب الجوكتا قبي على ده نباته ده إلا ده إيو أفكار قوذة ونقصة كردي وحق تاكولا إنت وحيد يارو هين مرور بإنين تاكولا يعني إتعال الله لعدي هيكل إدولة إي شرف إدونيسو قد دقا علماء ده صوماليا ده كن نول صوماليا إمالك سيئي جوغان إرشاد وحلينا وماسيهين أدب وماسيهين ومتشقفي عن بيك وضن هلكان جزاك الله خير الشيخ وما سنت برنامج كفر سمد وحاسك الله يوسف قروي تنين تاكول من دون برنامج كنوكال أحسيدا إيو نبت كليو